إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الظواهر التي قد تقلق الوالدين، ولكنها ليست حالات مرضية عند المولود الجديد. من الظواهر الطبيعية الملاحظة، يعني تحس أنها ممكن تكون موجودة خلال الأيام الأولى، حدوث تقشر في جسم الطفل وظهور حبيبات ناعمة بيضاء على وجه الطفل تسمى حبيبات أدخينية. كذلك من الطبيعي أن يحدث تورم بسيط في الثديين بعد الولادة بأيام، ويجب هنا عدم عصر ثدي الطفل نهائيا. وبعد ظهور حب الشباب للأيام، يعني في الأيام الأولى على وجه الطفل، ممكن يزول من تلقاء نفسه دون علاج إذا كانت حبيبات صغيرة وبسيطة وقليلة جدا، تعد بالأصابع 3 أو 4 أو 5 حبات. أما إذا كانت نسبة الحبوب تكون فوق 20 أو 30 حبة، فيلزم أم الطفل الوالدين استشارة الطبيب مباشرة عن هذا الموضوع. أيضا وقد يظهر حب الشباب للأيام الأولى، وقد يظهر يعني بعد 2 أسبوع من ولادة الطفل، ويلاحظ خروج مادة مخاطية من الفرج عند الإناث، أطفال الإناث يعني البنات الصغار. وقد تترافق هذه المادة مع نقط دموية بسيطة جدا، وممكن يكون سيلان بسيط جدا دموي ويتوقف لوحده عادة بعد أيام بسيطة. هنا لازم نتكلم عن هذه النقطة بتركيز أكثر. أيضا إذا كانت هذه النقاط بسيطة جدا ومتقطعة، هنا ممكن هذا الكلام اللي أنا أقصده تماما، لا يحتاج أي علاج ولا يحتاج إلى أي استشارة طبية. أما إذا كان الطفلة تعاني من سيلان دموي قوي جدا ومتكرر كل يوم وسبب التهابات، هنا من الضروري استشارة المختص والطبيب في هذا الموضوع، لأنه ممكن يسبب ضعف في الدم مما يسبب الوفاة أيضا، ويحتاج إلى عناية خاصة من قبل الطبيب. إلى هنا انتهى الدرس. أتمنى هذه بعض الملاحظات البسيطة جدا الموجودة في هذا الموضوع، وأتمنى أنكم استفدتم منها. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.